بالمناسبه طبعا الاهلي بعد ماتش امبارح نقدر نقول ان احنا بنواصل تصدرنا لجدول ترتيب الدوري بعد مباراه قويه كلنا استمتعنا بيها امبارح امام انفي طبعا ضمن منافسات الجوله ال 29 من الدوري. طبعا انتهت المباراه بثنائيه نظيفه، سيطر الاهلي الحقيقه على معظم فترات المباراه، والحقيقه برضو كان في اكتر من فرصه لمضاعفه النتيجه. يعني الاداء كان رائع جدا طبعا، مرضي جدا لكتير جدا من جماهير النادي الاهلي في كل مكان، وزي ما قلنا امبارح انه لا بديل عن الفوز وتصدر جدول ترتيب الدوري عشان نكمل بقى مشوارنا في دوري ابطال افريقيا واحنا مرتاحين بدون ضغوطات على المستوى المحلي. ماتش حلو وان شاء الله اللي جاي احلى واحلى كمان. بص دايما يعني لو هنتكلم مباريات الاهلي امام انفي تحديدا بتكون قويه، بيبقى فيها نوع كبير من النديه. عجبني كمان كام حاجه في الماتش اللي مع حضراتكم لو اقولها. يعني اولا انت شفت اهداف الماتش يا كريم، يعني كانت رائعه جدا. ماتش الجول حلو، انا بصراحه عجبني جدا جول محمد شريف. لا 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 بالدوران ودخله جميله وسريعه وقويه. لا لا حاجه كانت ولا اروع حقيقي زي ما بيتقال. هدف احمد عبد القادر كمان في الدقيقه 35 بتسديده كانت صاروخيه زي ما بيتقال عليها كده من خارج منطقه الجزاء كمان بنتكلم. لا جولين اكثر من رائعين. اللي عجبني كمان واللي لفت نظري هتاف الجماهير العظيمه العظيمه زي ما بتقول لك عيله الاهلي. عيله الاهلي كانت موجوده امبارح عشان تدعم علي لطفي بعد كمان خروجه ونزول مصطفى شوبير ودعمهم لمصطفى شوبير، واللي ده بيعكس فكره هنا الثقه اللي عند الجماهير لمصطفى شوبير كمان. وبالمناسبه هو اعتقد هيكون ليه مستقبل كبير جدا، هو لاعب صاعد وشكله ان شاء الله من اللعيبه اللي هتفرحنا في السنوات القادمه. علي لطفي كمان زي ما احنا عارفين كان عنده للاسف الشديد اصابه، يعني في البدايه كده كان شكله عايز يخرج، لكن احنا كلنا كنا شايفين فكره ان هو ما كانش حابب يترك المباراه، لكن استجاب بعد كده وخرج ونزل مكانه مصطفى شوبير. بس لما تيجي تتكلم في المجمل او كونكلوجن قد ايه اللعيبه لعيبه الاهلي فعلا فعلا قلبهم على فريقهم. ويمكن كمان لو هنروح شويه ونطمن دكتور احمد ابو عبله رئيس طبعا الجهاز الطبي للفريق، هو قال ان علي لطفي تحديدا يعني كان شعر بالالم في العضله الخلفيه، وكوقتها الجهاز الفني فضل ان هو يتم استبداله، وان هو هيخضع كمان لفحص طبي قبل مران النهارده باذن الله عشان يتم تحديد موقفه. كمان لاحظت امبارح يا كريم هتافات الجماهير زي ما كنت بقول لك في العموم للعيبه كلهم زي كنت بقول مصطفى شوبير والعلي لطفي، ولكن فكره برضو ان انت بتدعم اللعيبه بتوعك، ولما بيبقى فيه لعب حلو وجول حلو انت بتعبر عن ده من خلال الهتافات اللي كانت بترج فعلا الاستاد، رغم ان الاعداد بالمناسبه ما كانتش الكبيره قوي، لكن اعتقد ان الناس كلها مستنيه ماتش الاهلي والوداد اكتر. يعني على كل حال ان شاء الله هنتكلم في تفاصيل ده، بس امبارح احنا راضيين جدا عن الاداء، راضيين جدا عن النتيجه. عارفه لو 10 15 واحد بس من الاهلاويه موجودين في المدرجات هيرجوا الدنيا كالعاده، زئير وهتاف جماهير النادي الاهلي من قديم الازل دايما بيبقى له مفعول السحر الحقيقه. وطبعا رجوعا للنقطه اللي كانت نواد بتتكلم فيها، الحقيقه برضو من ضمن الحاجات المطمئنه للجماهير دايما هي فكره جاهزيه البدلاء. يمكن محمد الشناوي له اعتبارات كتير، اكيد هو الحارس الاول طبعا في النادي الاهلي وفي منتخب مصر، لكن الحقيقه ما فيش مره تمت الاستعانه بعلي لطفي او مصطفى شوبير غير لما بنشوف من خلالهم او من خلال ادائهم ما يرضينا. مصطفى شوبير كمان الموسم اللي فات كان ليه دور كبير الحقيقه برضو.